car speed is 30 meters per second. If it breaks and slides a distance d to stop, what is d? شايفين هنا في التمرين عطونا المعامل الاحتكاك الحركي. The kinetic coefficient of friction between the tires. هذه tires وليس tires. Tires اللي هما العجلات. And the pavement is 0.5. إذن هنا سوف نستعمل المعامل mu k. وهناك إذن احتكاك حركي. إذن هناك قوة احتكاك fk. الآن إذا كانت السرعة البدائية للسيارة 30 متر بالثانية وانتهت بها الحركة إلى التوقف to stop, إذن ما هي المسافة المقطوعة دي؟ إذن اتجاه الحركة لم يحدد, سوف نختاره إلى اليمين positive x إلى اليمين بالطبع. السيارة تتباطأ, إذن التسارع يجب أن يكون أفقي ومعاكس للسرعة كما هو موضح هنا. Free body diagram أمامكم, فيه ثلاث قوى, الوزن والقوة N, متساويين عموديا, متعكسين ومتساويين عموديا لأنه ليس هناك حركة أو تسارع في الاتجاه العمودي. القوة الوحيدة التي سوف تؤثر أفقيا هي FK, وبطبع FK يجب أن تكون معاكسة لاتجاه الحركة. السرعة البدائية V0 30 والسرعة النهائية 0, البوزيشن البدائية 0 والبوزيشن النهائية D. The car is decelerating. إذن قانون نيوتن يقول لي أنه مجموع القوى الخارجية يساوي MI. البروجيكشن في اتجاه X هي minus FK. FK هي ميو كي ضرب N. تمام؟ إذن minus ميو كي ضرب N يساوي MI. معادلة رقم واحد. في اتجاه Y إذن N ناقص W. FK ما عندهاش مكونة عمودية. يعطيني صفر وأستنتج أنه W يساوي N ويساوي بطبع MG. هذا الـ N يساوي MG يجب أن أضعه في واحد هنا. تمام؟ إذن هذا اللي كتبناه in one. وش يعطينا؟ يعطينا ميو كي ناقص ميو كي ضرب N اللي هو MG يساوي MA. تمام؟ وعندي إذن الكتلة يمين يسار simplification, وأستخرج أنه ميو كي يساوي ناقص A على G. تمام؟ والتسارع في الأخير سوف يساوي ناقص ميو كي G. التسارع هو اللي كان مطلوب, المسافة المقطوعة هي اللي كانت مطلوبة, ولكن ما نقومش بالحساب الآن, نخليه كما هو. فقط الملاحظة, التسارع كما ترون سالب كما توقعته. تمام؟ السرعة الموجبة والتسارع يجب أن يكون سالب باش يعطيني التباطؤ. تمام؟ إذن هنا المعادلة ثلاثة تؤكد هذا بدون حساب. تمام؟ ليس هناك أي فائدة في الحساب. استنتجت إذن أنه نيجاتيف فقط من قراءة هذا المعادلة. الحركة التسارع ثابت, الحركة متغيرة بانتظام. إذن من حقي أنه أستعمل المعادلة الإضافية V تربيع ناقص V0 تربيع. V تربيع بالطبع تساوي صفر ويساوي 2 A دلتا X. أما دلتا X فهو فقط X D اللي هو D ناقص 0 اللي هو X0. تمام؟ اللي هو مكتوب هنا. وإذا 2 A دلتا X يعطيني إذا 2 AD. تمام؟ ولدي ناقص V0 تربيع هنا. إذا ناقص V0 تربيع يساوي 2 D ضرب التسارع. 2 D ضرب التسارع. والتسارع هو minus mu kg, إذا مستبدل من 3 هنا. الماينس مع الماينس simplification. وفي الأخير إذا أستخرج D من هذه المعادلة. D إذا يساوي V0 تربيع تقسيم 2 هو هذا وتقسيم mu kg. في الأخير يعطيني هذه المعادلة هذه. ونقوم الآن بالتطبيق العددي أو الحساب العددي. إذن V0 تربيع و30 تربيع, 2 ضرب ميو كي, 2 ضرب 0.5. إذن بدون أن أدخل في الآلة الحاسبة هذا يعطيني 1, يبقى لي فقط 30 تربيع اللي هو 900 تقسيم 9.8. تمام؟ وشايفين الملاحظة اللي كتبتها هنا, No need to calculate, the answer B is obvious. Answer B is obvious معناه بديهية. تمام؟ لماذا؟ لأنه 900 تقسيم 10, تمام؟ تقريبا تقسيم 10 اللي هو 9.8 هو تقريبا 90. والآن شوف مع بعض الاختيارات المقترحة. 129 بطبع بعيد جدا, 65 بعيد جدا, و 38 بعيد جدا. الوحيد القريب هو 92 متر. تمام؟ وأستنتج هذا النتيجة هذه بالطبع مباشرة بدون آلة حاسبة.